السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في كورس سي ام اي بارت 1. مكملين مع بعض إن شاء الله محاضرات حل الأسئلة، ومعادنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 2 سب يونت 2 انفنتوري فاندمنتال. موضوع الانفنتوري موضوع كبير ولكنه سهل، فدايما بنقول عليه إن هو طويل شوية بس سهل. متقسم عندك سب يونت، هنبدأ النهاردة مع أول واحدة فيهم. مش عايز أفكرك، أكيد أنت عارف كويس. خلي بالك وركز انك تبقى فاهم السؤال عايز ايه، علشان لما افهم او اتعلم افهم السؤال عايز ايه دي هتريحني بعد كده في حل الاسئله. اتفقنا؟ يلا بينا نبدا، نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو سب يونت 2 انفنتوري الفاندمنتالز او الاساسيات بتاعه الانفنتوري. سؤال رقم 1 بيقول ايه؟ ديف ده اسم شركه از ا كونسايني. يعني ايه كونسايني؟ كونسايني احنا عارفين في حاجه اسمها الكونسايمنت او بضاعه الامانه، وهو ان في شركه بتنتج منتج معين بتروح تديه لمنفذ بيع، وليكن سوبر ماركت مثلا او محل يتولى بيع المنتج ده، فهي مدياها له على سبيل الامانه، بمعنى ان هي موجوده عنده كانفنتوري بتاعها خالص، مذكور في دفاترها مش مذكور في دفاتر السوبر ماركت او منفذ البيع ده، لان هو شايلها عنده بصفه امانه، وبيبداوا يتحاسبوا بعد كده على الكميه المباعه. اتفقنا؟ طيب الكونسايني، الكونسايني هنا هو متحمل الامانه او هو منفذ البيع اللي حاطط البضاعه عنده. فبيقولك شركة ديف دي هي الكونسايني، إذا كونسايني أي الشركة متحملة البضاعة الأمانة واللي شايف محتفظة بيها، for 1000 units of product X، عندها 1000 unit من product X، واخداه من شركة EBC Company. EBC Company دي بقى اللي هي الايه؟ الكونساينور أو اللي أعطى الأمانة. شركة EBC should recognize the revenue from this 1000 unit when امتى؟ امتى شركة EBC اللي هي الكونساينور او صاحبة المنتج، امتى تعترف بالالف يونت المنتج دول كمبيعات؟ قال لك لما الطرف الثاني اللي هو الكونسايني يبيعهم الى طرف ثالث، ولكن طول ما البضاعة عند الكونسايني ما يقدرش الكونساينور او شركة EBC ان هي تعترف بيها. فانا دلوقتي عايز ادور على الخيار ده، فبيقولك اهو هل the agreement between the PDF DEF and ABC is signed، هل بمجرد ما مضوا الاجريمنت مع بعض؟ لا طبعا. هل ABC ships the goods، شحنت البضاعة لديف؟ لا طبعا. هل بما ان شركة ديف received the goods استلمت البضاعة؟ اكيد لا. هل لما شركة ديف اللي هي الكونسايني سل تبيع الجودز and inform EBC of the sale، في الحالة دي بقى ان شركة ديف اللي هي الكونسايني او متحمل الامانة يبيع البضاعة دي لطرف ثالث او لاشخاص تانية، ويبلغ inform، يبلغ شركة EBC ان هي باعت، في الحالة دي شركة EBC تعترف بالايه؟ بالمبيعات على طول. يبقى اجابة رقم دي هي الاجابة الصحيحة. سؤال رقم 2، an entity has the following account balances، شركة عندها الأرصدة دي، in the pre-closing trial balance. يعني كلمة pre-closing ما قبل الإقفال، يعني احنا لسه في adjustment entry، قيود تسويات بتتعمل. ايه بقى الأرصدة دي؟ ادي opening inventory او المدة، closing inventory رصيد اخر المدة، وادي purchasing، وبعد كده عندك بيقول لك transportation in. يعني ايه كلمة in؟ in يعني انا جايب البضاعة داخل الشركة الى الشركة، فدي بتتصرف على المشتريات، يبقى اذا transportation in ده نقل المشتريات داخل الشركة. ساعات بيبقى اسمها freight in، شحن ده الى داخل الشركة، وهي المشتريات لما تتشحن. كويس. برشيز ديسكاونت، اتعمل لي خصم ب 40,000. برشيز الاونس، وفي مسموحات مشتريات ان هي ترجع، وفي returned برشيز مشتريات اوريدي رجعت. كلام جميل. The entity had net purchase for the period، الراجل ده عايز net purchase علشان طبعا يطلع حساباته، فهو المفروض ان هو مثلا لو يطلع cost of goods sold مثلا، فهو بيقول ال beginning balance plus ال net purchasing وال freight in بتاع ال purchasing ناقص ال ending balance. الراجل دلوقتي بيدور على net purchase. net purchase ببساطة جديدة ان هو هيعمل ايه؟ هيبدأ ياخد ال 400,000 المشتريات، صح؟ ويضيف عليهم الفريت ان، وبعدين يطرح منهم البرشيز ديسكاونت الخصم اللي اخده، ويطرح منهم ال 1500 الايه؟ البرشيز الاونس، ويطرح منهم كمان الريتيرن اللي هي ال 5000 عشان يوصل للنت برشيز. يبقى في الحاله ديت ادي النت برشيز اهي، النت برشيز بتاعتي بتساوي، يلا هاخد البرشيز اللي هي 400,000 صح؟ زائد الترانسبورتيشن ان 6000، ناقص البرشيز ديسكاونت اتعمل لي خصم 40,000، ناقص في برشيز الاونس مسموحات مشتريات هتترد كام؟ 15,000، ناقص ريتيرن البرشيز عملت مرتجعات للمشتريات اللي اشتريتها ب 5000، فاطلع في الاخر للنت برشيز تبقى 346,000
346 إجابة رقم بي. يبقى إذا الإجابة الصحيحة هي 346 إجابة رقم بي. كالعادة كده زي ما اتعلمنا، تاخد النت تاخد البرشيز، تضيف عليها الفريت إن، تطرح بقى المردودات، الديسكاونت، الألاونس، كل الكلام ده، فتوصل في الآخر إلى صافي المشتريات 346,000. يبقى الإجابة رقم بي هي الإجابة الصحيحة. نروح لسؤال رقم 3، بيقول إيه؟ A physical inventory count يعني ايه physical count؟ الجرد الفعلي. يعني احنا لما نروح ندخل نجرد المخزن نلاقي ده اسمه physical count او جرد فعلي. A physical inventory count showed اظهر an entity had inventory costing كم؟ مليون on hand. يبقى اذا الجرد الفعلي اظهر ان الشركة عندها on hand في ايديها او في مخازنها مخزون بقيمة مليون دولار on hand at December 31 year 1. excluded مستبعد، excluded يعني خارج او مستبعد from this amount where the following. يبقى اذا الكلام اللي جاي ده بره المليون. حلو قوي، تعال بقى نشوف الكلام ده بيقول ايه. goods costing بضاعه تكلفتها 82,000 shipped to customer freight board FOB، شحنت للعميل FOB. FOB يعني freight board، يعني هسلمك على المينا. كويس، بس خلي بالك لما اقول لك FOB هنا لازم حضرتك تقول لي هل فوب شيبنج بوينت نقطة الشحن يعني بمجرد ما سلمتها في ميناء الشحن انا اخليت مسؤوليتي، ولا فوب ديستنيشن في نهاية المسافة لازم اوصلها لك ميناء الوصول، لازم تحدد. فعشان كده هنا قال لك فوب وبعديها قال لك ايه شيبنج بوينت، يعني هيسلمها للعميل في الشيبنج بوينت في نقطة الشحن. اون ديسمبر 28 يير 1، يبقى اذا هو سلمها للعميل امتى؟ او اسف مش سلمها للعميل، سلمها لنقطة الشحن الوكيل الشحن في الشيبنج بوينت 28 ديسمبر يير 1. وبالتالي هو كده بحلول 31 ديسمبر يعتبر اخلى مسؤوليتها منه. ليه؟ لان مسؤوليته بتنحصر لحد الشيبنج بوينت يوم 28. they were expected to receive by customer، وهتوصل للعميل في جانيوار 4. ماليش دعوه انا اخليت مسؤوليتي امتى؟ يوم 28 ديسمبر 1، يبقى البضاعه دي مش معايا. كلام جميل. تعال نشوف نقطه ثانيه. goods costing 122,000 shipped to customer في ريتون بورد، ولكن ايه ديستنيشن؟ فوب ديستنيشن يعني لازم اوصلها له في نهايه المسافه، اي في ميناء الوصول عنده. شحنتها يوم ديسمبر 30 يير 1 لحد دلوقتي، طالما انا ما وصلتش للديستنيشن عند العميل يبقى انا عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا لسه ما اخدتش مسؤوليتي. They were expected to be received by the customer on January 5 year 2. يبقى اذا لحد 31 ديسمبر year 1 هي ما وصلتش للعميل، لان هتوصل للعميل يوم 5، يبقى البضاعه دي بتاعتي والريسك بتاعها عليا لان ما سلمتهاش للعميل. السؤال هنا بقى compute احسب the correct ending inventory to be reported in a cheaper statement of financial position at December 31 year 1. احسب الكوركت بالانس بتاع الانفنتوري. المفروض كده حضرتك ببساطه شديده هتقول ان عندك انفنتوري قيمته مليون، صح، وفي بضاعه ب 122,000 شيبد فوب ديستنيشن، ولحد 31/12 ما وصلتش الديستنيشن، يبقى اذا المخزون بتاع سيادتك المفروض يبقى شامل البضاعه دي. مليون 122,000 اجابه رقم سي. اجابه رقم سي مليون 122,000. اتفقنا؟ اهم حاجه الريسك والريورد على مين؟ اخليت مسؤوليتك ولا ما اخليتش مسؤوليتك؟ ماشي. سؤال رقم 4 بيقول ايه؟ The following selected data from statement of financial position on December 31 year 1. دي الداتا من القوائم المالية في 31 ديسمبر. And 31 ديسمبر year 2 يعني مدي لك ميزانية سنتين. As presented below. ادي 31/12 year 1 و31/12 year 2. Inventory من هنا 120 هنا 140. تريد اكونت ريسيفبل 62.49. شويه بقى انا اسف تريد اكونت بيبل انا قريتها ريسيفبل. تريد اكونت بيبل اللي هم الموردين. كان بيجيننج عندي 62 وقفلت على 49. اديشنال انفورميشن فور يير 2 بيقول لك ايه بقى؟ كاش بيمنت تو سبلاير، الفلوس اللي سددت للموردين اوف مرشانديز اللي اشترينا منهم البضاعه بتاعتنا ب 180,000. مطلوب من حضرتك تحسب لي كوست اوف جود سولد. ركز بقى، عشان احسب الكوست اوف جود سولد لازم اقول بيجيننج انفنتوري بلس البرشيزنج ماينس الاندنج يديني كوست اوف جود سولد. ادي البيجيننج انفنتوري وادي الاندنج، فين البرشيزنج؟ ده البيبل، صح، ده رصيد، دي مش البرشيزنج، ده الرصيد بعد ما اشتريت وسددت. وده السداد، الفلوس اللي انا دفعتها، فين بقى اللي انا اشتريته؟ تعال نشوف هنعمل ايه. بص مبدئيا كده اول حاجه انا بتكلم معاك كده بقول لك انا عندي لازم اخد البيجيننج انفنتوري، نثبت بس المعادله بتاعتنا، ادي البيجيننج انفنتوري بتاعي، صح؟ حلو قوي. البيجيننج انفنتوري بلس المفروض هعمل ادي الايه، ها النت بيرشيزز، مش كده؟
واطرح منه واقول ايه less او ناقص الاندنج انفنتوري يديني الكوست اوف جود سولد. هاي beginning inventory كام هنا عندنا يا جماعه؟ beginning inventory 120,000. حلو. النت برشيز مش عارفها، محتاج ادور عليها. الاندنج بالانس عندي كام؟ ناقص اهو 140,000 صح، عشان يطلع لي كوست اوف جود سولد اللي انا اصلا بدور عليها ومش لاقيها. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا محتاج النت برشيز عشان اطلع الكوست اوف جود سولد. عندي شويه معلومات ظريفه، عندي البيجيننج اكونتس بيبل وعندي الاندنج ايه الاكونتس بيبل وعندي المبلغ المسدد. فانا ممكن استعمل المعلومات دي في حاجه ان انا اطلع البرشيزنج صح. هقول لك ليه. تخيل معايا كده ان حضرتك مثلا يعني بتقول لو انت عندك البيجيننج اكونت بيبل، ادي البيجيننج بتاع الاكونت بيبل صح. فالمفروض ان حضرتك بتزود المديونيه بتاعتك بالبرشيزز، فبتقول ادي الايه البرشيزز صح كده، وبتطرح الايه وتقول لس، وتطرح البيمنت اللي حضرتك عملتها صح ولا ايه؟ ماشي. فيدي لك الاندنج اكونت بيبل. شفت سهله ازاي؟ تعال نشوف بيجيننج اكونت بيبل كام. 62,000. حلو قوي. ادي البرشيزنج، ما هي دي اللي انا بدور عليها. ليس البيمنت، انت دفعت هنا بيمنت كام؟ 180,000 ناقص 180,000 مدفوعه صح. يدي لك الاندنج بالانس اللي هو كام؟ 49,000. بس تقدر بقى تجيب لي البرشيزنج من المعادله دي وتروح تحطها لي فوق هنا علشان تجيب لي كوست اوف جود سولد. اتحلت المساله على كده خلاص مش كده؟ طيب البرشيزنج تطلع كام؟ هتطلع معاك 167,000 اهو. لو مش مصدقني تعال نجرب كده ونجمع ونشوف هتدينا 49. ادتنا 49، يبقى اذا البرشيزنج 167,000. هاخد انا بقى البرشيزنج دي احطها هنا وفي الاخر اطلع الكوست اوف جود سولد. تطلع معايا الكوست اوف جود سولد في الاخر بكام؟ ب 147,000. 147 يبقى اجابه رقم ايه. الحكمه هنا كلها يا جماعه ان انت تبقى عارف بيجيننج انفنتوري بلس نت برشيز نايس اندنج دي كوست اوف جود سولد. طيب لو انا عايز اعرف السايكل بتاعت البيبل، فانا باخد البيجيننج بيبل اشتري فارفع المديونيه بتاعتي فسدد انزل المديونيه فيتبقى الاندنج بالانس بتاع المديونيه. يبقى اجابه رقم ايه كوست اوف جود سولد 147. سؤال رقم 5 بيقول ايه؟ ان انتيتي ويز ديسمبر 31 يير 1 اند برشيزد في 31 ديسمبر يير 1 في نهايه السنه برشيزد 2000 دولار اوف انفنتوري اون اكونت، اشترت 2000 دولار مخزون على الحساب. ذا سيلر اللي باع لها البضاعه دي ويز ريسبونسبل فور ديليفري تو ذا شيبنج بوينت، كان مسؤول عن ان هو يوصل للايه للشيبنج بوينت. كلام جميل. ويز فريت ب 50 دولار بيد ات ديستنيشن باي ذا باير، ب 50 دولار فريت على حد هيدفعهم له امتى؟ لما يوصل له البضاعه في الديستنيشن. يبقى اذا لما البضاعه توصل له في الديستنيشن، خلي بالك هو كده متفق مع السيلر اللي باع له البضاعه دي ان هي فوق بايه؟ شيبنج بوينت، وهياخد مقابل الشحن كام؟ 50 دولار. هيستلمهم امتى؟ لما البضاعه توصل في نهايه المسافه. بس ده مش معناه ان هو هيخلي مسؤوليته الا في الشيبنج بوينت، هو هيخلي مسؤوليته في الشيبنج بوينت وهيبقى ياخد فلوسه لما البضاعه توصل. The invoice date تاريخ الفاتورة كان ديسمبر 27 year 1 and the goods arrived والبضاعة وصلت امتى؟ في January 3 year 2. البضاعة وصلت امتى؟ في January 3 year 2. تعال بقى نشوف. Now دلوقتي assume that، افترض ان ايه بقى؟ assume the terms required، الترمز او البنود الجديدة في الفاتورة تطلبت من السيلر to deliver to the destination، ان الترمز اللي فوق دي اتغيرت وبدل ما كان هيودي shipping point هيودي destination instead of shipping point. يبقى دلوقتي هو هيدليفر للديستنيشن في ميناء الوصول instead of بدلا من ميناء الشحن. What is the correct amount of inventory and the freight in؟ يا ترى بقى قيمة المخزون اللي هي ال 2000 دولار والفريت ان اللي هي ال 50 دولار in related to this purchase on year 1 financial statement هتوصل ازاي او هتتكتب ازاي في القوائم المالية؟ بص بقى دلوقتي الراجل ده وصل البضاعة امتى؟ في جانيوري 3 صح؟ يبقى انت لحد 31/12 ما تثبتش اي مخزون لانك ما استلمتش حاجة صح؟ وطالما مش هتثبت اي مخزون يبقى مش هتثبت اي فريت ان ك 50 دولار، مجرد بقى هتبقى مش عارف بريبيد الكلام ده. المهم ولا هتظهر عندك انفنتوري ولا هتظهر فريت ان. ليه؟ لان انت بتقفل 31/12 صح؟ والبضاعه دي وصلت 3 يناير، يبقى لحد 31/12 مفيش مخزون جالك، مفيش فريت ان يتضاف على قيمه المخزون. يبقى اذا الاجابه هنا هتكون رقم ايه؟ زيرو انفنتوري زيرو فريت ان. ليه؟ لان الاستلام تم في 3 يناير والترمز اتعدلت وبقت ديستنيشن انستيد اوف شيبنج بوينت.
يبقى إجابة رقم إيه هي الإجابة الصحيحة. تعال نشوف سؤال رقم 6. الراجل مدينا شوية فاكت باترن حلوة اهي، تعال نشوف بيقول إيه بقى. An entity had the following opening and closing inventory balance، عندها أرصدة أول المدة دي وعندها الكلوزنج ده للإنفنتوري during the current year. Finished goods مخزون أول مدة، منتج تام كان 90 قفلنا على 260، raw material خامات كانت 105 قفلنا على 130، web working process كان 220 وقفلنا على 175. The following transaction and events occurred during the current year، إيه بقى اللي حصل خلال السنة دي؟ 300,000 of raw material were purchased of which منهم 20,000 were returned because of defects، كان فيهم شوية defects أو شوية عيوب فعمل المرتجعات ب 20,000 من ال 300 دول. 600,000 of direct labor cost were incurred، وصرف 600,000 direct labor. 750,000 of production overhead were incurred، وصرف 750,000 overhead. يبقى تقريبا كده عندك الرو ماتيريال وعندك الليبر وعندك الاوفر هيد، شكله هيتكلم في الكوست اوف سيلز. تعال نشوف. If the entity's raw material inventory as of December 31 of current year الاندنج يعني was miscounted. miscounted يعني يا جماعه miscounted يعني اتعد غلط، حصل خطأ في العد. And the true figure والصح كان المفروض يبقى ايه؟ was higher than ب 130,000. الصح كان المفروض يبقى كام؟ يبقى اعلى ب 130,000. حلو قوي. One effect on the year in the financial statement would be ايه بقى التأثير بتاع القائم على القائم المالية في الآخر؟ بص بقى، دلوقتي احنا عندنا مشكلة وهي ان دي خطأ في جرد المخزون. طب السؤال دلوقتي، هل الخطأ في الجرد ده خطأ بالأقل ولا خطأ بالأكتر؟ طبعا خطأ بالأقل، لأن هو هنا بيقول لك إن حصل ميس كوستنج والصح كان يبقى هاير أعلى، معنى كده إن حضرتك رتب الأقل، معنى كده إن في مخزون آخر مدة أقل، وإحنا عارفين إن مخزون آخر المدة بيطرح، فاكر كده المسألة اللي فاتت دي؟ أنا مخزون آخر المدة بعمل فيه إيه؟ بطرحه، والرقم اللي بطرحه ده لما يقل يديني كوست أوف جود سولد إيه؟ عالية، صح؟ يبقى إذا cost of goods sold is overstated، يبقى الإجابة الصحيحة إنك لما تجرد مخزون آخر المدة بالأقل يدي لك cost of goods sold عالية. ليه؟ لأنه بيطرح، فلما يكون الرقم اللي بيطرح ده أو بيتخصم ده أقل يبقى الناتج أعلى، فيدي لك cost of goods sold is overstated، يبقى الإجابة الصحيحة هنا هي رقم B. طيب على نفس الداتا بيقول لك ايه بقى في نفس الداتا؟ The following information is available، لا دي مش نفس الداتا، دي داتا جديدة تانية مختلفة. تعال نشوف بيقول ايه. The following information is available for an entity for the quarter ended March 31. الداتا دي في 31 ايه؟ مارس، في نهاية الكوارتر of the current year. قول لي بقى عندك ايه؟ merchandise inventory مخزون البضاعة بتاعها as of 1 يناير اللي هو كان في بداية الكوارتر يعني of the current year أول المدة كان 30,000، عمل مبيعات ب 200,000 وعمل مشتريات ب 190. بيقول لك هنا بقى the gross profit margin is normally 20% of sales. What is the estimated cost of merchandise inventory at March 31 of the current year؟ دلوقتي هو بيدي لك شوية الداتا الظريفة دي وبيقول لك ادي مخزون أول المدة وادي السيلز وادي البرشيز. طيب والجروس بروفيت مارجن 20%، ما هو مخزون اخر المده، عايز المرشنديز انفنتوري في مارش 31. احنا طبعا الموضوع بالنسبه لنا سهل قوي، بس انت محتاج تاكد على ان لما الجروس بروفيت مارجن يبقى 20% يبقى الكوست اوف جود سولد كام؟ 80%. مش احنا عارفين ان سيلز ماس كوست اوف جود سولد يديني جروس بروفيت؟ حلو، لما اقول لك جروس بروفيت مارجن 20% يبقى المتمم بتاعها اللي هي الكوست اوف سيلز كام في المية؟ ها 20%، صح؟ طيب اسف، الكوست اوف سيلز المتمم بتاعها تبقى 80%. تعال نشوف الكلام ده. لما اجي اقول لك دلوقتي الكوست اوف جود سولد هنا كام في المية؟ 20 اسف 80%، صح؟ مش كده؟ 80% اوف سيلز. طيب كلام جميل، هي السيلز كام يا جماعه؟ سيلز 200,000. حلو، فانا هقول دلوقتي 200,000 في 80%، بس جبت الكوست اوف سيل كام؟ 160,000. حلو، بيجيننج انفنتوري هو الراجل مديهولك اهو، بيجيننج انفنتوري 30,000. حلو، اد برشيزز 190,000. حلو،
طيب ناقص الاندنج، والاندنج ده احنا محتاجينه دلوقتي. لو حضرتك بقى طلعت دول بره باشاره مخالفه وطرحتهم وكده يطلع لك الاندنج انفنتوري، المفروض ان انت كده احسبها معايا، تبص كده تلاقي ادي 30 220% 160، يبقى المفروض الاندنج انفنتوري بتاعك يطلع 60,000 اهو، ماينس 60,000. جرب كده اجمع، ادي ال 160 بس. يبقى ايجنينج بلس بيرشيزنج ماينس اندنج اللي كان ناقصنا ادانا الكوست اوف سيل اللي هي عباره عن 80% من السيلز، اللي هي 80% في 200 ب 160,000، يبقى الاندنج انفنتوري 60,000، يبقى اجابه رقم 60,000 اجابه رقم سي. نروح نشوف سؤال رقم 8. سؤال رقم 8 بقى بيقول ايه؟ An internal auditor المراجع الداخلي perform an analytical procedures، بيعمل شوية إجراءات تحليلية كده to compare علشان يقارن ال gross margin مجمل الربح of various divisional operations، بيقارن الأقسام اللي عنده في الشركة ويشوف مين فيهم عامل gross profit أعلى. فهو الراجل بيشوف compare بيقارن ال gross margin مجمل الربح of various divisions operations، الأقسام اللي موجودة في الشركة بيقارنها مع ايه بقى؟ with those of other divisions، بيقارن الاقسام مع بعض الجروس بروفيت بتاعها مع بعض، and with individuals divisions performance in the previous year، ونفس الاقسام المجمل الربح اللي عملته ولكن في البريفيوس يير في السنوات السابقه. الراجل الانترنال اوديتور ده نوتس، لاحظ ايه بقى؟ significant increase، زياده شديده in gross margin at one division، فيهم قسم كده في زياده شديده قوي في الجروس مارجن بتاعه، يا ترى سببها ايه؟ فبيقول لك اهو the internal auditor الراجل المراجع ده does some preliminary investigation، عمل شويه تحقيقات اوليه كده اوليه، and also notes that there were no change في البرودكت، الراجل ده ما غيرش المنتج بتاعه. البرودكشن ميثود ما اتغيرتش، طريقه الانتاج اور ديفيجنال مانجمنت ديورينج ذا يير، ولا اداره القسم اتغيرت. يبقى يا ترى ايه السبب اللي يرفع الكوست اوف جودز سولد قوي، او اسف ايه السبب اللي يرفع له جروس مارجن كده؟ فعشان كده بيقول لك ذا موست لايكلي كوز، اكتر سبب ممكن يكون هو المتسبب في الانكريز في الجروس مارجن. بص بقى شويه الاسباب اللي قدامك دي، انا عايز اكتر ذا موست، الاكتر قربا للصواب ان هو اللي يزود الجروس مارجن. تعال نشوف. انكريز نمبر اوف كومبيتيتور، عدد المنافسين، سيلينج سيميلر برودكت، زاد عدد المنافسين اللي بيبيعوا نفس المنتج زاد، ده يقلل لك ارباحك، يعني منافس بنفسك. لا، ديكريز ان نمبر اوف سبلاير اوف ماتيريال يوزد ان مانيفاكتشرنج ذا برودكت، عدد الموردين قل. ماشي، ممكن يكون عدد الموردين قل او زاد، بس ما يدلش ان هو يرفع عليا الماتيريال او يرخصها يعني. ان اوفر ستيتمنت اوف يير اند انفنتوري، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الير اند انفنتوري اللي هو مخزون اخر السنه اتجرد بزياده، فلما اجرد المخزون بتاع اخر المده بزياده واطرحه فيديني كوست اوف جود سولد اقل فاعمل جروس بروفيت اعلى. هي دي صح، مخزون اخر المده بيطرح، لما يبقى رقم اوفر ستيتمنت يعني رقم متافور فيه او كبير قوي قوي قوي، يبقى اذا هيديني كوست اوف جود سولد قليله، كوست اوف جود سولد قليله يعني جروس بروفيت عالي، يبقى اذا الاجابه رقم سي صحيحه. تعال نشوف رقم دي، ان اندرستاند اندر ستيتمنت اوف يير اند اكاونت ريسيفبل، ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ايه اللي جاب الاكاونت ريسيفبل للانفنتوري؟ لا، يبقى اذا اوفر ستيتمنت اوف يير اند انفنتوري يدي لك كوست اوف جود سولد اقل، يدي لك جروس بروفيت اعلى، اجابه صحيحه رقم سي. سؤال رقم 9. سؤال رقم 9 بيقول ايه؟ If certain goods، لو بضاعة معينة owned by an entity مملوكة لشركة were not recorded as a purchase، نسينا نسجلها كمشتريات، not recorded as a purchase ما تسجلتش كايه؟ كمشتريات، and were not counted وما تجردتش في الجرد in the ending inventory، يبقى الايرور فين؟ هيبقى فين بعد كده؟ خلي بالك دلوقتي انا ولا ثبتها مشتريات ولا عدتها في الجرد، يعني اذا ولا قيمة المخزون بتاعت اخر المدة حصل فيها مشكلة، او ولا الكوست اوف جود سولد حصل فيها مشكلة، ولا البروفيت حصل فيه مشكلة. المشكلة هنا هتكون ان رصيد البيبل نفسه مش مظبوط صح، ورصيد الانفنتوري برضه مش مظبوط صح. تعال ادور بقى معايا على غلطة فين. كوست اوف جود سولد في الزاويه ويل بي اندر ستيتد، لا الكوكز ملهاش دعوة ولا هنا ولا هنا. ليه؟ لان هي ولا اتثبتت ولا اتجردت. نيت انكم فور ذا بيريد ويل بي اندر ستيتد، لا اولا نيت انكم، لان طول ما الكوست اوف جود سولد ما تاثرتش، طول ما النيت انكم ما تاثرش. طيب
there will be no effect on cost of goods sold or profit for the period. ايوه مفيش تأثير ولا على cost of goods sold ولا تأثير على النت بروفيت. اتفقنا؟ طيب ركز فيها تاني كده افتكرها كويس. بضاعة ما اتسجلتش يبقى مش ظاهرة في الايه؟ في الاندنج انفنتوري. صح؟ صح. ولا اتجردت، طب ما هي كده كده مش ظاهرة في الاندنج انفنتوري. عارف انت لو اتجردت ومش متسجلة يبقى انت كده حاسب مخزون بالاكتر. عارف لو اتسجلت وما اتجردتش يبقى انت حاسب مخزون بالاقل. انما هي ولا اتسجلت ولا اتجردت يبقى الكوست اوف جود سولد بره. اتفقنا؟ وطالما الكوست اوف جود سولد بره يبقى النت انكم هو كمان بره، يبقى الاجابة الصحيحة هي رقم دي. طيب نشوف مع بعض سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 بيقول ايه؟ What is the cost of ending inventory؟ ايه هي الكوست بتاعت الاندنج انفنتوري؟ Given the following factor. ادي البيجيننج اهو، حلو قوي. Total production cost تكلفة الانتاج. Cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة. Direct labor. بص الدايركت ليبر كده كده داخله جوه البرودكشن كوست، صح؟ تكلفة الانتاج، ما هي تكلفة الانتاج عبارة عن ايه؟ رو ماتيريال يوزد، ها؟ دايركت ليبر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد، يديلك الكوست اوف برودكشن، صح؟ وبالتالي طالما انا مديلك الكوست اوف برودكشن مالكش دعوة بالدايركت ليبر. اتفقنا؟ مطلوب من حضرتك دلوقتي تجيب لي الايه؟ عايز الاندنج انفنتوري. طب الموضوع ده بسيط قوي، تعال نشوف اهو. تعال نشوف الاندنج انفنتوري يطلع ازاي. حضرتك بتقول ايه؟ beginning inventory اهو، بس دي شركة صناعية بقى، ففي الشركة الصناعية دي المفروض ان حضرتك في الاول بتقول ادي الايه؟ بتاخد البرودكشن كوست بالنسبة لك، توتال برودكشن كوست وتبدأ بيها، صح؟ فانا هاخد التوتال برودكشن كوست اهو واحط كده اقول توتال برودكشن كوست. توتال برودكشن كوست كام؟ 60,000، حلو قوي. زائد beginning inventory كام؟ 5,000. زي الفل. مفيش هنا برشيز عشان دي شركة صناعية مش شركة تجارية. حلو. زائد الايه؟ البيجيننج انفنتوري، بس ده هقول ايه بقى؟ بيجيننج انفنتوري بتاع الفينش، ماشي؟ لان خلاص البرودكشن ده كان لمم الويب بقى والماتيريال والليبر والاوفر هيد. زائد البيجيننج فينش ناقص الاندنج فينش يديني كوست اوف جود سولد. حلو. يا ترى الكوست اوف جود سولد كام؟ كوست اوف جود سولد 55,000. بس طلع يا عم المعادلة بتاعتك تلاقي على طول ان الاجابة هنا تطلع لك المفروض اجابة رقم دي 50,000 اهو. جرب كده تحط 50,000 هنا ناقص 50,000 واجمع كده اهو. بس تطلع لك الكوست اوف سيل. لا في خطأ هنا، معلش في خطأ هنا. المفروض انا لو بجمع كده وبطرح هيبقى بقول اجابة هنا 10,000، صح؟ 10,000، 55,000. يبقى حضرتك بتاخد توتال برودكشن كوست وتحط عليها البيجيننج فينش، تطرح منها ليس اندنج فينش، اندنج انفنتوري برضو الفينش، يدي لك الكوست اوف سيل. ادي الكوست اوف سيلز هو مديها لك هنا 55,000 اهي، وادي التوتال برودكشن 60 والبيجيننج 5، يبقى الاندنج بتاعك 10,000. اجابة رقم بي اجابة صحيحة. سؤال رقم 11. Company's inventory is overstated at December 31 for the year. المخزون بتاع الشركة كان overstated اللي هو بتاع 31 ديسمبر. وانا قلت لك لما مخزون اخر المدة يكون overstated يبقى overstated مخزون اخر المدة، يطرح يدي لك cost of goods sold ها قليلة فيدي لك gross profit عالي. حلو. بتاع السنة دي دور بقى معايا على الكلام ده. هل understated income statement؟ لا طبعا. income this year understated income this year، الربح السنه دي هيبقى under؟ لا. ليه؟ لان المخزون لما يبقى over يدي لك cost of goods sold قليله فيدي لك ربح عالي. حلو. طيب understated retained earning for this year؟ لا طبعا، لان انا هيجي لي net income عالي فيرفع لي retained earning. طيب understated retained earning next year؟ الريتند ايرننج نيكست يير. بص بقى احنا اتعلمنا ان الغلطه في المخزون بتتعالج في السنه اللي قبلها، صح؟ يعني الريتند ايرننج السنه دي المفروض ان هي هتكون اوفر ستيتد، صح؟ فهتتعالج المشكله دي السنه اللي جايه، لانك هتبدا بالمخزون الغلط ده هتبدا بيه السنه اللي جايه اول المده، فيعمل لك صافي ربح اقل فيعالج الزياده دي، وبالتالي الريتند ايرننج مش هتكون اوفر ولا اندر السنه اللي جايه. ولكن اللي هيعالج المشكلة دي هو مين؟ النيت انكم السنة اللي جاية، هيبقى understated income next year. هي دي الإجابة الصح. ليه بقى؟ مخزون آخر المدة ده مش ده بيقول لك أهو الانفنتوري في 31 ديسمبر ماله overstated؟ هو مش المخزون الـ overstated ده
هيبقى هو البيجيننج بتاعك السنه اللي جايه. حلو، يبقى انت بادئ السنه ببيجيننج كبير. البيجيننج انفنتوري بيتجمع علشان اوصل للكوست اوف جود سولد، وبالتالي هيديني كوست اوف جود سولد ايه؟ عاليه. فكوست اوف جود سولد عاليه السنه اللي جايه يديني السنه اللي جايه ربح ايه؟ اندر ستيتد انكم نيكست يير. يبقى الاجابه الصحيحه هي رقم دي. سؤال رقم 12، which one of the following errors، ايه من الاخطاء دي will result in overstatement of net income، ايه من الاخطاء دي يرفع لك النت انكم. تعال نشوف واحد واحد. overstatement of beginning inventory، اما البيجيننج انفنتوري اوفر ستيتمنت اوف بيجيننج انفنتوري، البيجيننج انفنتوري ده بيتجمع على الكوست اوف جود سولد، فلما يكون اوفر يدي لك كوست اوف جود سولد اوفر فيدي لك ربح قليل، وانا عايز حاجه تافور الربح ترفعه. طيب في رقم بي، اوفر ستيتمنت اوف اندنج انفنتوري، الاندنج انفنتوري لما يكون رقم اوفر كبير يطرح وهو كبير فيديني كوست اوف جود سولد قليله فترفع معايا الربح، يبقى هي دي اللي انا بدور عليها. يبقى اجابه رقم بي هي الاجابه الصحيحه. تعال نشوف سي كده، اوفر ستيتمنت اوف جود ويل امورتايزيشن، لا ده الاستهلاك بتاع الجود ويل لما يكون عالي ده مصروف، الامورتايزيشن اكسبنس ده مصروف يقلل النت انكم. اوفر ستيتمنت اوف باد ديت اكسبنس، الاكسبنس ده مصروف لما يكون اوفر يقلل النت انكم. يبقى الحاجه الوحيده اللي اوفر ستيتمنت النت انكم او ترفع النت انكم هي ان مخزون اخر المده يكون هو كمان اوفر، لانه لما بيكون اوفر يبقى الكوست اوف جود سولد قليله يبقى النت انكم عالي. يبقى الإجابة الصحيحة هي رقم بي. سؤال رقم 13، The following information applies to income statement of a company، الداتا دي جاية من الانكم ستيتمنت. تعال بقى نشوف ايه الداتا دي. جروس سيلز اجمالي المبيعات، وخلي بالك في نت سيلز، الفرق بين الجروس سيلز والنت سيلز المردودات والمسموحات والكلام ده كله، فشغلنا دايما بيكون على النت سيلز. حلو، فريت ان يعني ايه؟ ان يعني انا شحنت المشتريات اللي انا شاريها ب 10000، اندنج انفنتوري 200000، جروس بروفيت مارجن 40%، ولما يكون الجروس بروفيت مارجن 40% تبقى الكوست اوف جود سولد كام؟ ها 60% المتمم بتاعه. كويس، عايز الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل، البضاعه المتاحه للبيع. تعال نشوف، خلي بالك مش عايز الكوست اوف جود سولد، هو عايز الافيلابل فور سيل. تعال نشوف هنحلها ازاي. بص اول حاجه كده، هات لي الكوست اوف جود سولد، بما ان الجروس بروفيت 40% يبقى اذا على طول الكوست اوف جود سولد 60%، كلام جميل، اوف سيلز صح. حلو قوي، النت سيلز كام يا جماعه؟ النت سيلز 900000. حلو، يبقى انا هاخد كده 900000 في 60%، يبقى انا جبت الكوست اوف جود سولد بكام؟ ب 540000. طيب تعالى بقى نجيب الايه، الجودز افيلبل فور سيل. احنا اتفقنا ان الايكويشن بتاعتنا او المعادله بتاعتنا بتقول ايه؟ الرو ماتيريال يوزد زائد الدايركت ليبر كوست زائد المانيفاكتشرنج اوفر هيد، وتحط البيجيننج ويب وتطرح الاندنج ويب عشان تطلع الايه؟ الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد صح. طيب حضرتك بتاخد الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد تضيف عليها مخزون اول المده اللي هو الايه؟ البيجيننج فينش، فيدي لك الجودز افيلبل فور سيل. حضرتك بقى تاخد الجودز افيلابل فور سيل اللي هي جودز افيلابل فور سيل، وبتاخدها تعمل ايه فيها؟ تقول لس او تطرح منها الاندنج انفنتوري صح، الاندنج انفنتوري، فيدي لك ايه؟ يدي لك الكوست اوف جود سولد. بس الجودز افيلابل فور سيل دي انا بدور عليها مش لاقيها اهي، الاندنج انفنتوري هو مديهولي هنا كام؟ 200000 اهو، هقول ناقص 200000 يديني الكوست اوف جود سولد اللي انا حسبتها فوق اللي هي كام؟ 540000. بس شفت سهله ازاي؟ يبقى اذا احط كام هنا يديني الارقام دي؟ لو حضرتك قلت طلعت ال 200 دي باشاره مخالفه بره وجمعتها يطلع كام؟ يطلع على 540، 540 زائد 200 يطلع لك 740000 اهو. اجمع كده لو مش مصدقني، ادي 540. يبقى اذا الجودز افيلبل فور سيل بكام؟ ب 740000، 740 تبقى اجابه رقم سي 740000. ايه رايك فيها؟ حته حلوه قوي اللعبه دي، جودز كوست اوف جودز افيلبل فور سيل. عارف لو قال لك كوست اوف جود سيلز كانت بقت حته ثانيه خالص اللي هي الكوجز، ولكن هو عايز المتاح للبيع. المتاح للبيع ده بنجيبه ازاي؟ مجرد ان انت حضرتك بتقول دايركت ماتيريال يوزد بلس الدايركت ليبر بلس المانيفاكتشرنج اوفر هيد زائد البيجيننج ويب ناقص الاندنج ويب يدي لك الايه؟ الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد، تكلفه التصنيع، تحط عليها البيجيننج فينش جودز انفنتوري
يدي لك الافيلابل فور سيل. الافيلابل فور سيل ده هو المتاح للبيع، اللي لو طرحت منه الاندنج يبقى الفرق هو اللي اتباع. فهمتوا الفكره؟ يبقى الاجابه الصحيحه اجابه 740، اجابه رقم سي. بس وبكده نكون خلصنا اول سب يونت خاصه بالانفنتوري اللي هي الانفنتوري فاندمنتال. بصوا يا جماعه الانفنتوري سهل بس طويل، ذاكر وما تذاكرش الثلاثه سب يونت على بعض، يعني قسم الانفنتوري سب يونت، خد اول واحده اللي هي الفاندمنتال وروح حل اسئله. لو الاسئله وقفت معاك تعال شوف الفيديو ده، اتفقنا؟ اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره اللي جايه، متقابل على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.